التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وتحية متجددة بحضراتكم كما شاهدتوا المتعة والإثارة وجاهزية أبناء القبائل لبداية الموسم. الكل مستبشر بافتتاحية هذه الانطلاقات التمهيدية. نسير مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو شوطنا السابع الخاص بمنافسة الإبكار. أتابع المقدمة والمركز الأول، وهنا على الصدارة الأولى جبارة سلطان بن مطر بن شمي الفتبي يحتل المقدمة والبداية الأولى، بينما في المركز الثاني هذه غنايم المبارك بن سعيد بن محمد الخيالي، اما في المركز الثالث هذه الطياره جمعه بن محمد بن عصيان المنصوري، المركز الرابع وراغب الوصول من قبل اللي هي خيره حمد بن سعيد بن راشد بن سلوم الخاطري، بينما في المركز الرابع هذه وصلت العبور سهيل بن محمد بن قطامي العامري، المركز الخامس هذه جلموده منصور بن سعيد سالمين المنصوري يتقدم على مستوى المركز الخامس. هذه هي نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى، بينما مصورنا دائما في كل شوط ياخذنا لقطة شاملة لبقية الأسماء اللي لم يحين موعد دخولها وندائها مع المراكز الأولى المتقدمة، وثم يرجع من جديد للصدارة، يعود إلى المقدمة إلى جبارة هذه جباره اللي على المقدمه الاولى، جباره اللي على المركز الاول سلطان بن مطر بن شمي الكتبي مسيطر على المقدمه، ولكن غنايم هذه هي غنايم تتقدم بشعار مبارك بن سعيد بن حمدش الخيالي ممثلها للخزنه متواجدا مع المركز الثاني، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث الوصول من الطيارة يمعى بن محمد بن عصيان المنصوري، المركز الرابع هذه جلمودة منصور بن سعيد السالمين المنصوري يتقدم مع المركز الرابع في هذه اللحظة، أما في المركز الخامس اللي تقدمت اللي وصلت هذه غلا سهيل بن سالم بلوتية العامري، نزل عصاها يا بلوتية وروح إلى المقدمة إلى المركز الأول، الكيل الأخير جولة الأوامر النهائية ما شاء الله وتبارك الله. المعركة بدأت غيرت هنا جبارة تبحث عن الصدارة مكانها في الصدارة الأولى، ولكن حذاري من شعار بن حمدش غادم بقوة يقدم لنا غنايم مبارك بن سعيد بن حمدش لخيالي، ولكن هذه متابعين الكرام جلمودة بدأت المعركة، الثلاث اللي بهزان اللقاء يوم وصلن عند كيل الامتحان ولعت ما بينه النار اللظى، واصلة هنا جلمودة قادمة منصور بن سعيد الهلمين المنصوري وبن عصيان غادم وبن بدر اول نداء متابعين الكرام لناصية علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، الله ما شاء الله وتبارك الله. جلمودة هل تحقق النقطة الثالثة؟ ما شاء الله وتبارك الله على تحدي جلمودة على هذا الشعار، مو بغريبة هذه النوعيات الفريدة يقدمها منصور بن سعيد السلمين المنصوري، ولكن ناصية غادمة علي بن حميد بن بدر العليلي، الله الفوز وين؟ الفوز إلى أهل الشعيبة أم يغادر إلى أهل الرعفة؟ سلام يا ناصية، هذه ناصية ما شاء الله علي بن حميد بن بدر العليلي، مشكور يا أبو علي مشكور. المركز الثاني وصلت متابعي الكرام جلمودة لمنصور بن سعيد السلمين المنصوري غناي، وصلت في المركز الثالث المبارك بن سعيد بن حمدش الخيالي، المركز الرابع وصلت اللي هي الطيارة يمعى بن محمد بن عصيان المنصوري، المركز الخامس
المركز الخامس كان الوصول من صدى لمايد بن سالم بن علي المنصوري. هذه هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني وإلى توقيت ناصية اللي وصلت في الأمتار الأخيرة. توقيت 4:40 ما شاء الله وتبارك الله. تهانينا لعلي بن حميد بن بدر العليلي، تهانينا لجميع الفائزين.